راديو نيل. بنتكلم عن العندليب، بنتكلم عن مشوار. لما نقول نبتدي منين الحكاية، انت يعني طول الوقت يعني مش عارف تبدأ منين مع عبد الحليم وتقول ايه. حليم غنى حاجات كتير حلوة، والأغاني كلها أحلى من بعض. أغاني كمان الأفلام اللي عملها عبد الحليم، أفلام كلها عارف كده الشاب الشقي. وطبعا كان عنده كده مجموعة عملوا كده جو في مجموعة أفلام السينما المصرية اللي كان فيها حليم. نتكلم مثلا عن أحمد رمزي، بنتكلم عن دول كانوا أصدقاء عمر لعبد الحليم. كمان بنتكلم عن عمر الشريف، يعني من الناس طبعا يعني هتلاقي يعني كمية بطلات بقى، شادية، فاتن حمامة، لبنى عبد العزيز، إيمان، يعني حتى سعاد حسني طلعت مرة أخته وهي صغيرة جدا. طبعا يعني كمية فنانات طلعوا مع العندليب، يعني كلهم كانوا لايقين طول الوقت على حليم. زي ما بنقول نادية لطفي مثلا عملت معاه آخر أفلامه، يعني فيلم طبعا الخطايا، وعملت فيلم أبي فوق الشجرة. يعني هو كان حاسس برضو أن دول من الأصدقاء المقربين جدا لعبد الحليم. عفوا. من الحاجات كمان اللي لازم دايما نفتكرها هو عبد الحليم تعامل مع كمية من الشعراء. كان برضو في حظ حلو، في كتابة حلوة، في كمان إيمان بموهبة العندليب. فأنت بتتكلم عن شعراء زي مرسي جميل عزيز، حسين السيد، محمد حمزة، الأبنودي، نزار قباني والقصائد، يعني كمية ناس. لو أنا قعدت أقول يعني عدد كبير جدا من الشعراء والتنوع الكبير اللي كان موجود طول الوقت. عايزة أسمعكم دلوقتي أغنية يعني شغلوني، والأغنية من الأغنيات الحلوة جدا اللي حليم غناها. والأغنية كانت التلحين، يعني تخيل الأغنية دي كانت في فيلم أيام وليالي، واللي لحنها موسيقار عبد الوهاب، والكلمات كانت لحسين السيد. ومن الأغاني اللي عملت جو جدا، وكانت الأغاني بتوظف دراميا جوه الفيلم. يعني بيبقى معروف الفيلم فيه إيه، يتم اختيار الأغاني وتوظف بشكل بحيث تحس إن الأغنية في الآخر اتدفرت كده مع الفيلم. غنى حليم وقال: شغلوني وشغلوا النوم عن عيني ليالي، ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي، ليالي ليالي عهدي وغالي مهما جرى، كان الجمال عندي زهرة وبتعدي ما بين خيال العين، أعشق جمالها يوم ويفوت عليها النوم، أنساها بعد يومين. إيه اللي خلى الفكر يروح ويقابله من غير ما يقولي، مين اللي قال لعيون الروح تعشق هواء وتشوفه قبلي، شغلوني وشغلوا النوم عن عيني ليالي. عبد الحليم. بحب الإذاعة مع شفكي المنيري من الثلاث للخميس من 6 ل 8 بالليل على نغم FM.